الله علي يعطيك العافية. الله يعافيك. إعلاننا اليوم ترند. ترند. ترند إن شاء الله بمناسبة اليوم الوطني. طبعًا كم مرة عرفتكم المرة؟ المرة الرابعة تقريبًا. هذه المرة الرابعة. والله من أقوى الأماكن بالتلميع. شباب بنات حافظوا على سياراتكم. خلوا سيارات تلق لق. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا هذه السيارة توهم خلصة تلميع. شوفوا كيف البريق. شوفوا كيف اللمعان. التلميع والتنظيف يحافظ على السيارة من الخارج ومن الداخل. طبعًا. الإعلان اللي راح نسويه ينتهي بتاريخ 24/9، لكن الفكرة حلوة إنك ممكن تدفع الآن وتستفيد من الخدمة لاحقاً. العرض مو خرافي إلا بعده يا جماعة. صعب جداً تعمل سكيب. شباب بنات خليكم معاي في هذا الإعلان، والله راح أضبطكم حق سياراتكم. نبدأ معاكم بأول عرض، حماية الأنوار. نطلع خط بالبلد يعجوا بعد فترة. الآن أقوى عرض عاملين، تخيلوا معاي ب 94 ريال يعملوا لك حماية على الأنوار، على النورين الأماميين من هذه الشركة إكسبو برو. عليه ضمان، ضمان 5 سنوات يا جماعة. كم؟ 94 ريال بس. بعد السنابة هذه بحط لكم بوست تعملوا له كابتشر. تخيل إنك تحميهم ب 94 بلاش. أعرف إن هذا أقوى 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 ترند. العرض الثاني، لا هذا العرض صدمة يا جماعة. هذا العرض قنبلة الموسم من جد يا جماعة. يعني شو أقول لكم يا جماعة، شيء خطير 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 خطير. تلميع السيارة خارجي وداخلي مع الجنوط مع الماكينة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يبارك لصاحبها فيها. شوفوا كيف، شوفوا كيف اللمعة، شوفوا البريق، شوفوا الجمال داخلي. وخذ السيارة من الداخل بعد ما نظفوها ولمعوها. ما شاء الله تبارك الرحمن، اهتمام بأدق التفاصيل. ايش رايكم يا جماعة؟ جاهزين تسمعوا العرض؟ جاهزين تسمعوا القنبلة؟ جايين يعني شو اقول لكم يا جماعة؟ كل الكلمات الحماسية بحطها بالإعلان. السيارات الصغيرة بحجم السيدان، مثل السيارة هذه سيدان، مثل السيارة هذه حجم السيدان. تلميع داخلي وخارجي مع الجنوط مع الكبوت. أنا مصدوم. 594 ريال سيارة والثانية مجانا. يعني السيارة تطلع أقل من 300 ريال بس. طيب سيارات الوسط كم بتكون؟ 694 ريال سيارات الوسط. وسيارات الكبيرة 794 ريال سيارة والثانية مجانا. لا لا مصدوم أنا من جد، مصدوم مصدوم مصدوم. بعد السنابة هذه بحط لكم بوست تعملوا له كابتشر. ومثل ما قلت لكم ممكن يكون زحمة الآن بالبداية على الإعلان. احجز إلك موعد، تعال وعربن واستفيد من الخدمة لاحقاً. أزيدكم من الشعر بيت، عندهم تابي وتمارة، يعني تقدر تسوي الخدمة أقساط وبدون فوائد. شنو الدلع هذا؟ ونتجه معاكم على عرض التضليل، وأوعدكم بعرض ناري ناري ناري. تعرفوا أشعة الشمس عندنا بعد ما يحتاج تأثر على البشرة وتأثر علينا وتأثر على ديكور السيارة اللي موجود بالداخل. شركة إكسبو برو. علي حبيبي الشركة هذه وش هي؟ أمريكية. شركة أمريكية تعطون ضمان على التضليل كم؟ 6 سنوات. 6 سنوات. تعطني مواصفات التضليل. بالنسبة لعزل الحرارة بيكون 70%. 70% عزل الحرارة. بالضبط. أوكي. وعزل الأشعة البنفسجية وفوق البنفسجية والحمراء بتكون 100%. 100% ما شاء الله تبارك الله. السناب القادمة راح أقول لكم بالعرض، العرض خرافي، ضمان 6 سنوات يا جماعة. السيارات الصغيرة 594 ريال، السيارة الوسط 694، السيارة الكبيرة 794 ريال. طبعاً يقدروا يختاروا درجة التضليل صحيح؟ بالضبط. الدرجة اللي تبغاها مع التضليل يعملوا لكم إياها. بعد السناب هذه بحط لكم البوست كابتشر الصورة كده. اختم معاكم التغطيه بالفول باكج. عاد هذا قصه لحالها يا جماعه. علي حبيبي الفول باكج وش راح ياخذوا؟ تلميع خارجي. ايوه. تلميع داخلي. حلو. تلميع الماكينه. يا سلام. تلميع الجنوط. اوكي. بالاضافه لحمايه مقدمه السياره. الى وين تكون مقدمه السياره؟ ربع السياره. ربع السياره لهنا تقريبا بالضبط. صح. حلو. المقدمه هذه حمايه بالاضافه. بالاضافه الى تضليل كامل للسياره. تضليل كامل السياره. العرض ايوه. نانو سيراميك. نانو كامل. ها كامل. مع الضمانات. مع الضمانات يا جماعة. أنا مصدوم من السعر. ما راح أقول لكم، ححط لكم البوست اعملوا له كابتشر. ومثل ما قلت لكم الخدمة تقدروا تاخذوها وتنفذوها لاحقا عشان تستفيدوا من العرض. ومثل ما قلت لكم عندهم تابي وتمارة.
وهذا موقعهم القفص الأزرق، موجودين بتركيا الصناعية مقابل حي الجامعين. رقم التليفون موجود عندكم على الشاشة، وبعد السنابة هذه بحط لكم سنابهم، شوفوا العروض والفعاليات حقهم يا شباب يا بنات، شوفوا كيف الاهتمام بالسيارة بالسناب.